بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور المبارك ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن بين خيارين لا ثالث لهما، إما العدل في الدولة وإما المقاومة المشروعة، فلن نرضى بوقوع الظلم علينا من الدولة، ولا بالتمييز ضدنا، ولا بالديكتاتورية أن تحكمنا، ولن نقبل بأن نعيش غرباء أو مهمشين كما يريدون لنا في وطننا، لا مراوحة ولا تردد في الكفاح. نعم للحراك النضالي المستمر والمتنوع والفعال حتى تتحقق أهدافنا المشروعة أو نلاقي المنون مرضيين. المقاومة للظلم والاستبداد والطغيان الذي استشرى في بلادنا بكل الوسائل المشروعة والمتاحة أمر فطري، وهو نحو من أنحاء الإعداد للقوة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها لمواجهة الحيف الذي وقع علينا. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إن عدم التدافع يغري الظالم في التمادي في ظلمه واستبداده، وما لم يقف في وجه استبداده وتمرده أحد سنكون كقوم فرعون الذين عبر عنهم القرآن الكريم: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذا ما حصل، حيث هدمت مساجدنا وحرق قرآننا واستبيحت دماؤنا وحرماتنا وانتهكت أعراضنا ووقع الحيف علينا. رحمة بحالنا وبالأجيال القادمة وبمستقبل بلادنا، لا بد من أن نقف في وجه الاستبداد وأن نتحداه ونقاومه بكل الأساليب المشروعة. نقرأ في دعاء شهر رمضان: واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا للصلاح، وأن ينصرنا على من ظلمنا، وأن يفرج عن شعبنا الكروب، فقد وقع علينا الظلم الكبير واستبيحت دماؤنا وأعراضنا ومقدساتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.